هذه الأمسية التي اخترنا أن نختم بها سلسلة القراءات في الكتب التي ينجزها صحفيون جعلتنا ننتبه إلى أهمية هذا الكتاب الذي حاول الزميلات والزملاء الذين شاركوا في هذه الندوة أن يمنحوه عمقا فكريا، وقامت لجنة العلمية بصياغته لاستثمار ما دار داخل أسوار الجامعة، وأن يخرج من داخل أسوار الجامعة إلى المجال الإعلامي وحضور الإعلاميين لمناقشته هو ما كنا نطالب به، وهو أن تساهم الجامعة من خلال المنتوج النظري في الرفع من قيمة المهنية. بطبيعة الحال ستلاحظون على أن هذا الكتاب يحاول أن يجعل من الخبر أداة لإعادة الروح للعمل المهني أمام أسئلة كثيرة تتحدث عن موت بعض الأنواع من الصحافة كالصحافة الورقية، وتتحدث عن انبعاث صحافة أخرى نعرف لها قواعد قد تفاجئنا في الذكاء الاصطناعي، ولهذا الجوهر يبقى هو المادة الخبرية. لهذا نعتبر بأن هذا الكتاب أساسي للمهنية والمهنيين من أجل أن يتأملوا في أصل الحكاية بالنسبة لكل إعلامي، وهي كيف نتعامل مع الخبر، ولكن كيف نطور التعامل معه انطلاقا من الحالات الكلاسيكية التي تعلمونها إلى اليوم الذي نتحدث فيه عن الذكاء الاصطناعي، بمعنى أن نبحث عن الإبداعية وعن إغراء المتلقي بالمادة الخبرية لكي نساهم في إنتاج المعنى في زمن نعتبر بأنه يحاصرنا بهذه التفاهة المتمددة، ولكن لا بد من مجابهتها بهذه الجرأة لكي ننصت لبعدنا لتطوير أدائنا المهني من عمق نظري كبير وعميق. ولهذا أعتبر بأن قراءة هذا الكتاب بالنسبة لكل متلقي إعلامي ضرورية، وسنحاول أن نصبر أغوارها في هذه الأمسية. أشارك اليوم في هذه الندوة من أجل تقديم كتاب له علاقة بالسرد الصحفي، وأهمية هذا اللقاء تنبع من كون هذا المؤلف هو قيمة مضافة للكتابة الإعلامية وللتأليف الإعلامي، باعتبار أن السرد والحكي الإعلامي أصبح عنصرا مهما في الكتابة الصحفية، ولا يمكن لممتهن الصحافة اليوم أن يستغنوا عن السرد والحكي الصحفي من منطلق أنه أداة جذب وأداة إمتاع وأداة تبليغ مهمة في العمل الصحفي. ولذلك أعتقد أن هذا المؤلف الذي يبسط يعني الاهتمام لمجال العلاقة بين الأدب والصحافة من زاوية السرد يعكس هذا الترابط بين الإعلام والأدب، من كونه هناك اهتمام مشترك وهناك تفاعل مشترك، بمعنى آخر أن الإعلام والأدب هما وجهان لعملة واحدة، لا يمكن للأديب أن يستغني عن الصحافة، ولا يمكن للصحافة أن تستغني أيضا عن الأديب. لذلك الصحفي يستعير جمالية الأسلوب ورشاقة التعبير من الأديب، وأيضا الصحفي والأديب يستعير جمالية الوصف ودقة العبارة وأيضا جمالية الأسلوب من الصحفي. لذلك أعتقد أن هذا التشابه وهذا القاسم المشترك بين الصحافة والسرد هو الذي يعطي لهذا يعني هذا المشترك قيمته، ويمنح لهذا الكتاب قيمته المعرفية والأكاديمية. نحن كباحثين في مجال الجامعي أعتقد أن تناول هذا الموضوع المرتبط بالسرد الصحفي له ما يبرره من منطلق أن الصحافة في حاجة إلى نفس، في حاجة إلى يعني قالب آخر من أجل أن تقوم بدور مؤثر وتسهم في تقريب المتلقي من الجمهور. إذا نجتمع في هذا اليوم بمؤسسة النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها المحطة الأولى، واخترناها لتكون ذات دلالة على اعتبار أن المستهدف أو المتلقي الأول لهذا الكتاب وهو الفاعل في المجال الإعلامي. فنريد أن نشرك العاملين في مجال الصحافة في تفكير
الجماعي حول وضع الصحافة بالمغرب وآليات اشتغالها ونواكب التحولات التي يشهدها الأدوات التقنية التكنولوجية في صناعة الخبر.